كابتن إيهاب كمان عنده مشكلة أنا بشوفها دايماً ومتابعه بقالي فترات كبيرة، اللي هو ما بياخدش رأي حد في التغييرات. حتى التغيير قال للناس وهو من واقف، وهو واقف على الخط بياخد القرارات لوحده. ده بتحصل على طول دايماً معاه في الأندية، ويعني أنا عارف الكلام اللي أنا بقوله إيه بالظبط يعني. كان بيتقال على كيروش برضو الكلام ده، الله اعلم، مش عارف، ما بياخدش راي جهاز المعاون ولوحده بياخد قراراته. لا الله اعلم في ديت، انا متاكد منها، فانا بقول لك اللي انا عارفه. يعني. معلومه طبعا. فالموضوع كان ممكن يتقل شويه وياخد راي الناس ويهدى شويه في التغييرات. يعني تغييره عمر كمال انا مش فاهمها، واحنا مش فاهمينها الصراحه. حته قفشه ممكن شويه، السوليه ممكن شويه، عشان بقى له فتره برضو بعيد، راجع من اصابه ما لعبش. وقال نفسه كابتن ايهاب بعد المباراه اللي فاتت يا كابتن عيد، السوليه وحمدي فتحي مجهدين تماما، يسافر معاك وتلعبه برضو اساسي. انا استغربت كمان اللي هو قال السوليه مجهد. هو السوليه ما كانش بيلعب. هو بنفسه قال، وهو اصلا السوليه ما كانش بيلعب، ما لعبش ماتش النهائي مع الاهلي غير ربع ساعه. يعني هو راجع من اصابه، والمفروض اللي هو راجع يعتبر فريش شويه. لكن طبعا التأثير من اللعيبة ما كانش موجود، كل اللعيبة حتى التغييرات اللي غيرها في الآخر، انت ملاعب لعيب 3 4 دقايق، 3 دقايق على ايه؟ بدل مرموش، وانت سايب مرموش ومصطفى في الملعب، كل ده ليه؟ 87 دقيقة ليه؟ المردود اللي بيقدموه او ايه الحاجة اللي قدموها؟ انا عندي مشكلة كبيرة جدا مع مرموش. انا كنت لعيب في المكان ده، بلعب في المكان ده، انا كوينج بيجي لي مثلا الكورة 20 30 مره في الملعب، ما تفتحش مني 25 مره في ال 30. ما فيش مثلا شوط على الجول، ما فيش تكمله في ال 18، بلعب بعيد عن الجول، حتى في الحته الدفاعيه ما بعملهاش كويس. تحسه هو مش واخد قرار هيعمل ايه بالكوره قبل ما يستلم. يعني هو بيستلم وبعدين نفكر. يعني كمان حته التاسيس او اللعب في اوروبا ديت، المفروض انت بطريقه استلامك، بطريقه لعبك، انت الطبيعي بتستلم بيبقى وشك للملعب. لكن مرموش بيستلم بينزل على ملعبه، ياخد الكرة وينزل على ملعبه، دي صعبه جدا. انا عندي مشكله، واتكلمت على مرموش كتير جدا الفترات اللي فاتت، خد كميه ماتشات كبيره، اكتر واحد خد كميه ماتشات، وما كانش يستحق ياخد الماتشات دي كلها بالمردود اللي قدمه الصراحه. هو اول ماتش ليبيا جاب جول، وهو الجول بس اللي جابه في الماتش. حتى قراراته في كاس الامم الافريقيه خد كتير جدا، وكان اقل اللعيبه في المكان دوت. انا مش بتكلم عليه عشان اقطع فيه، بس هو لسه بدري عليه. هو موضوع الاحتراف على عيننا وعلى راسنا، والكلام اللي هو ماشي بشكل كويس ماشي، لكن انا ما شفتش ليه مردود مع منتخب مصر. يعني مرموش يا كابتن سيد، كابتن احمد عيد يعني بيتكلم عنه، هو فعلا ما قدمش شيء النهارده والمباراه اللي فاتت. لكن مثلا مرموش مرشح لجائزه افضل لاعب صاعد في الدوري الالماني، والراجل عامل الحقيقه في الفتره اللي فاتت في الدوري الالماني اداء هايل جدا. ايه الموضوع؟ يعني هل المنظومه هناك بتطلع افضل ما في اللاعب وعندنا لا؟ ولا هو اللاعب هناك بيلعب بطريقه اداء معينه، بيجي هنا ما بيقدمش كل اللي عنده؟ مع الناس برضو عايزه تفهم. اكيد المنظومه بتساعدك، يعني كل اللي حواليك كمان جوه الملعب بيساعدوك بشكل كبير. بس هي النقطه في حاجات في الكوره ما فيهاش بقى فرق هناك عن هنا. واحد ماشي بالكوره، انا بلعب وينج، فانا الوينج ده انا بقيمه بعد المباراه في ايه؟ عمل كام كروس؟ فنش كام واحده على الجون؟ عمل عدى واحد ضد واحد كام مره في المباراه؟ عمل كام سرور فانا فانا اه فانا انا هقيمه كده. اتحرك في ظهر راس الحربه قد ايه؟ قطع في كام كوره لجوه؟ اتحرك عمل كام سبرنت في ظهر الديفنس؟ فكل الكلام ده انا بقيمك عليه، فانا ما شفتش الحاجات دي. النقطة الثانية غير مرموش، مصطفى برضه لازم علامة استفهام كبيرة. هنتكلم عن مصطفى وزيزو. مصطفى يعني زيزو شوية، بس مصطفى مكمل من قبل كأس الأمم. يعني مكمل على نفس يعني مصطفى هو خارج، أنا شفته في لقطتين وهو خارج وفي بداية المباراة بس. فأنت بتتكلم أحمد عاطف لما نزل العشر دقايق ولا الخمس دقايق دول، لمس كوره اللي عملها لعمر كمال، يعني دي افضل من اللي قدمه مصطفى خلال ال 80 دقيقه. فانت بتتكلم ان راجل محترف، راجل محترف لازم يبقى فرق. يعني هو المحترف ايه فايدته للمنتخب؟ ان هو لازم يبقى فرق. انا لازم افرق عن عيد وانا جاي منتخب مصر، لو انا زي عيد خلاص الموضوع عادي.